السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في حلقة جديدة من لعبة تيست درايف انليميتد 2. هذه المرة أو هذه الحلقة يعني سأقوم بتصويرها خصيصا لعشاق الجي تي آر وعشاق زد 350، طبعا سيارتي من شركة نيسان. بنروح على المنزل مع بعض أو بنروح على كراج الأحلام مع بعض وبناخذ السيارة من تلك المكان. طبعا السيارة اللي معي الآن سيبارو، غنية عن التعريف. خلينا نتحرك مع بعض. منزل ليس منزل في الحقيقة، بينما هو يخت مثل ما تشوفون، ما شاء الله مدللة. بتدخل على الكراج، اوكي، بيرتفع، اوكي. الحين راح نروح على مستوى الكراج، اوكي. هنا بيعرض علينا بعض المعلومات وبعض المسابقات، لكن ما علينا منها. ندخل على الكراج، يا الله، كراج تحت البحر، يعني من الأشياء العجيبة. أوكي، مثل ما تشوفوا هنا يوجد عندي العديد من السيارات، ودي ار 8 5.2، طبعا كواترو دفع رباعي. هنا الاس 3، هنا الكوينكسس، وهنا ايضا الاودي تي تي رودستر، نعم، وهنا الماكلارين، معذرة، ام بي 4 12 سي، وهنا يوجد عندنا الجي تي ار، يا عيني، مثل ما تشوفوا نيسان الجي تي ار. على ما اعتقد ماني معدلها، راح نروح مع بعض الى كراج التعديل، اوكي. بناخذ السيارة على مستوى الدرايف، نشغل السيارة ونستمتع قليلا بطرب النيسان الجي تي ار الاصلي. مثل ما تشوفوا سيارة ما شاء الله، الكاليبرات لون اصفر. راح نروح مع بعض الى كراج التعديل، راح نشوف على الخريطة، اوكي. بنضغط على السيارة الحين، مثل ما تشوفون فين في الخريطة، يقول لي بالاتجاه المعاكس. مثل ما تشوفون اختصرنا كثير من الطريق. نيسان طبعا ليست للأداء على مستوى مثل هذه الطرقات، إنما متوحش على مستوى الحلبات. الطريق يا حبيبي، الطريق الطريق الطريق، الجي تي ار دخلت على مستوى الطريق، خلاص مثل ما دخلت الطريق، مثل ما تشوف السرعة متزايدة بشكل. You have reached your destination. اوكي، ادخل يا ايتها المدلل، قوم بتعديل. عشاق الاوفر هيل يعرفون هذا الشيء جيدا.
اوكي، مثل ما تشوفوا هذا هو كراج تعديل، لكن مثل ما ذكرت في فيديو سابق لي على اللعبه تيست درايف انليميتد 2 قلت ان التعديل يعني محدود جدا، لا يوجد تيربوهات، لا يوجد اشياء اخرى. هنا مثل ما تشوفوا ناقل الحركه، بنحسن من تسارع السياره، بنضع على الليفل 4 والمستوى 4 14400 دولار، اخصم ما في مشكله. اوكي، على مستوى المحرك ايضا بنضيف المستوى الرابع 15000 دولار، ومن هنا على مستوى المكابح بنحسن من مكابح السيارة. اوكي، السيارة على ما اعتقد دفع رباعي، هذا صاحب التعديل راعي الجي تي ار امامكم. اوكي، مشكور عزيزي، مشكور. اوكي، الحين قمنا بتعديل الجي تي ار، راح نشغل السيارة. على ما اعتقد صوت التيربو تحس ان السيارة تحسنت قليلا، لو لاحظتوا معي التسارع الحين. الله الله الله، راح نقوم بسباق مع شخص ما، لا ادري بالضبط، المهم راح نلاقوه على مستوى الطريق. الشرطة قادمة في هذا الاتجاه. اوكي، يوجد متسابق قادم لا استطيع الاشارة اليه، لكن مثل ما تشوفوا يوجد هنا 0.2 كيلومتر. اوكي، لا ادري ايش نوع السيارة. اوكي، قبل بالتحدي. اولا لا، اودي تي تي رودستر على ما اعتقد، لا مو رودستر. يلا شجعوني، يلا يلا بننطلق. اوكي، معدل يا عزيزي، معدل معدل، تسارع رهيب عندي، ما يحتاج اني افسر لك واشرح لك اكثر من اللازم. ان شاء الله ما يخوننا التحكم بمستوى السيارة وعلى مستوى السيارة. لا 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 لا، نسبيا رجوع نسبيا. مختفي تماما امام الجي تي ار. الحرب خداع، لا تناقشني. اي اوكي، تقريبا وصلنا الى النهاية. الحين متجهين الى منزل خاص طبعا بي على مستوى اللعبة، وان شاء الله على مستوى راح نجد كما ذكرت ملكة الدريفت نيسان زد 350، التي ظهرت كفكرة عليها، ظهرت على ما اعتقد في فيلم فاست فوريوس الجزء الثالث او الرابع، الذي كان على مستوى طوكيو في اليابان. اوكي، حرك. Thank you.
اوكي وصلنا المنزل الخاص. يا الله ادخل مثل ما تشوفوا. لا اريد كل هذه الاشياء، معذرة. اوكي بندخل على مستوى الكراج. فينك 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 فينك؟ اوكي يوجد عندنا هنا الرويف ار تي 12، وهنا يوجد النيسان زد 370 او 370 زد او زي او ما ادري كيف. مثل ما تشوفون السيارة ما شاء الله هنا 370. اوكي بنختار الدرايف. اوكي الحين معنا السيارة، مثل ما تشوفوا راح اقوم بتغيير لونها لاني افضل اللون الرمادي او السموكي يعني نوعا ما، وراح اقوم بتعديل السيارة وبنشوف النتيجة. راح اغير الجير الى سكنشنال يعني تعشيق يدوي من هنا على ما اعتقد. اوكي لا ما استعمل الكلتش خلاص. اوكي هنا هذا هو الوضع، نضغط على الاوكي. راح اجننها السيارة، بنحطها على الجير الاول. السيارة ما راح يعني تتحرك من مكانها إلا إذا عشقت على الجير الثاني والثالث. خلاص يعني لأنها خصيصا لهالشيء دريفت يعني حرق الإطارات. مثل ما تشوف ما عندها مشكلة السيارة خلاص. اوكي الحين متجهين نحو جراج خاص بطلاء ودهن السيارات. Destination is 1 kilometer away. اوكي هذا هو اللحام او الخاص بطلاء السيارة. مثل ما تشوفون راح اغير مات يعني راح اغير لون السيارة، راح اضعها بالكربون فايبر. فينك؟ اوكي كربون مثل ما تشوفوا لون السيارة تقريبا راح اقوم بتغميق او مثل ما تشوفوا. الحين انتهينا من وضع الشعار الخاص ب MTH 397. بنضغط اوكي. هنا يوجد الفوترة والفاتورة. اوكي مشكور مشكور. مثل ما تشوفوا عليها لوجو السيارة ما شاء الله.
راح حاليا اقيم سباق، ما ادري السياره بالضبط لكن متاكد من ان سيارتي ما شاء الله عليها. اولا لا مع الفورد موستانج القديم، اوكي القديم ضد الجديد. ماني قادر اتحكم فيها من يعني من القوة، نسيت اني لم اضع الجير على وضع الاوتوماتيك، لكن مو مشكلة اتأكد من قوة السيارة. اوكي لحقتك يا راعي الموستانج، فينك؟ حاليا مثل ما شفتوا السيارة ما شاء الله أحبها كثيرا، إن شاء الله عجبتكم. بنزيدكم شوية دريفت أو حرق إطارات أو دراج، ما أدري كيف تسمونه بالضبط. بضع الجير الأول، بنحط السيارة على شكل الجانب. صراحة إذا كانت السيارة دفع ثنائي ما تستطيع أنك تحط بها يعني اللانش كنترول أو الانطلاقة الرياضية، يعني راح مباشرة تحصل معك الدريفت. يوجد حادث هناك، تفادى الحادث. أوكي إن شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناتي بالضغط على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد. هذا ما كان عندي، نختم هذه الحلقة بالصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. دمتم في رعاية الله وحفظه.